أول مرة تنشكر المجمع. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إنها لمصادفة غريبة عجيبة في هذه الأمسية المباركة الطيبة. عبد ربي مصطفى الغزالي رجل تعليم سابق وعدل حاليا و سي محمد صديق ديال الاستاذ جولاني صديق واي صديق لي سي بولما سي مصطفى عطا من غرائب الزمان انني لمحتك به كثيرا، ولكنني عرفته في مناسبات سياسية في حملة الانتخابات، وهو كان ينتمي إلى كتلة. نعم ما كيبات. إذن كان اعتز بهذه الأمسية وكان اعتز بهذه الناس اللي في الحقيقة أنهم من حين لآخر أرى أنهم يقومون بهذه المبادرات وهذه الانتفاضات المباركة الطيبة. تكريم سي أبو لما، الآن تكريم سي مصطفى، والآن كنشكر الجميع وكنقولوا الصحة الجيدة. آمين. وكنقولوا الشفاء العاجل. آمين. والله يلاقينا في سعادة الخير. آمين. تبارك الله عليكم ونبارك لكم حفلكم هذا وشكرا. سطيبة سيدي لم أكن أتوقعها، الله سبحانه وتعالى هو المدبر والمسير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية للحضور الكريم وشكرا لهذا المجمع الموفق، وتحية إكبار وإجلال الأستاذ الجليل الأخ الكريم الأستاذ العزيز علينا سي مصطفى طمطم الذي ضحى وضحى ويضحي وعلم أجيال وأجيال، وكان له سمعة طيبة جدا على الصعيد محلي وربما إقليمي كذلك والوطني، وإنسان وإنسان خلوق، إنسان شعبي، إنسان محب للجميع، إنسان معطاء، يعني لا ترى منه إلا الابتسامة الدائمة رغم ما حل به من امتحانات ربانية. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناته، وأن يشفيه وأن يعيده إلى صادق عهده كما كان. ونتبرك ونتمنى بقفشاته وبكلماته وبحضوره في جميع الميادين. وشكرا للحضور الجميع نساء ورجالا والحضور الكريم، ونتمنى أن يكون هذا الحفل إن شاء الله بمثابة دعاء وشفاء لأخينا الكريم ولجميع مرضى المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.